ولتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من القدس الخبير في الشؤون القدس دكتور جمال عمرو. أهلا بكم دكتور جمال. بداية، أنباء عن اعتقال الاحتلال 6 من المصلين المعتكفين في المسجد الأقصى تزامنا مع اقتحام المسجد، كيف هي الأوضاع الآن في الأقصى؟ نحن نكلمكم عن بوابة الأقصى وتحديدا من منطقة الانتصار في باب الأصباط، أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك. ونقول لكم اطمئنوا، الأقصى بخير، الأقصى مليء بالمصلين، الأقصى مليء بالمعتكفين. الاحتلال لن يخرق الأرض، لن يبلغ الجبال طولة، فليعتقل ما يعتقل. وأعلم في الخيل الاحتلال يركب، لكن لا يمكن للأقصى أن يهزم ولا يهدم. هذا الأقصى قرآن يتلى، والله سبحانه وتعالى نزل القرآن وهو حافظ لكتاب الله عز وجل. هذا القرآن الذي يتلى أثناء الليل وأطراف النهار الآن ممتلئا بكثرة أبيه للمعتكفين والمصلين الذين شدوا إليه الرحال من كل أرجاء فلسطين. ولذلك فعل الاحتلال فعلته واستجاب للمستوى الهاب والباهت من القرارات العربية في القمم العربية والإسلامية، وتلطف الاحتلال منتهى الحماقة والغباء، تلطف هذه القرارات الباهتة وهجم على الأقصى هجوما عسكريا فظيعا جدا، واقتحم داخل الأقصى وركل القرآن الكريم وقام بتدنيس بيت الله ومسرى رسوله عليه الصلاة والسلام. لكن إلى متى؟ هل من معلومات عن مصير المعتقلين 6 لدى الاحتلال دكتور جمال؟ نعم، في التحقيق، وسبقهم أيضا 104 آخرون ليسوا من هذه الليالي السابقة. نحن نتابع أمرهم، وهناك جهة قانونية ولجنة محامين تتابع أمورهم إلى أن يتم إخراجهم. عادة عند الإفراج عنهم يعني يصار إلى إبعادهم عن الأقصى وعن القدس القديمة وأحيانا عن القدس الكاملة. ولكن أقول نحن قد فوضنا أمرنا لله سبحانه وتعالى، وهذه الهمات وهذه القامات وهذه الدموع التي تسمعونها من حولنا لا يمكن أن تنحني إلا لله. وكان الدعاء في هذه الليلة دعاء مؤثرا جدا للأقصى وأهل الأقصى وللمصابين وللجرحى وللأسرى أيضا. في حقيقة الأمر الأقصى بخير، ونحن صامدون هنا إلى أن يأذن الله بأمر كان مفروضا. لكن إلى ما ترجع تزايد الانتهاكات الصهيونية تجاه المسجد الأقصى في الفترة الأخيرة تحديدا؟ نعم، هذا التغول ما كان له أن يصير لولا أن هناك أنظمة عربية تقاطرت إلى تل أبيب وقامت بالتطبيع والانبطاح وقامت بالتنسيق. والاحتلال يعني غره هذا الأمر وظن أنه بذلك تمكن من رقبة الأقصى. الاحتلال لم يكن سابقا يتجرأ على الأقصى والمسرى والأسرى بهذا الشكل على الإطلاق. هذا احتلال جبان ومهزوم. هذا احتلال رأى المصلين ليلة 27 رمضان يوم الجمعة المباركة يوما من أيام الله، كان أكثر من 400,000 مصلي أصيب بالجنون. كيف دخلوا؟ من أي الجدران تسلقوا؟ جدران الفصل الناجي العنصري حول المدينة والسكنات العسكرية والحوادث العسكرية، كيف وصلوا إلى الأقصى؟ الاحتلال أراد أن يرد ردا داعشيا يهوديا حقيرا، وبالتالي قام بهذا الهجوم الكاسح وسقط القناع. هذا احتلال بغيض، هذا احتلال مجرم بكل المقاييس، والله سبحانه وتعالى من ورائهم محيط. هناك من يربط بين هذه الانتهاكات بالخيبة التي حققها نتنياهو وفشله في تشكيل الحكومة، إلى أي مدى ترى إمكانية ربط الانتهاكات بالانتخابات؟ يعني منذ صبيحة هذا اليوم في كل وسائل الإعلام قمنا بتحليل دقيق لواقع الحال لدى الإسرائيليين. خيبة نتنياهو لا حدوث لها، وهو مصاب بالذعر وهو يريد أن يسجل موقفا يبدو أمام اليمين الداعشي اليهودي المتطرف بأنه إنجاز، يعني إنجاز غير مسبوق. يوم 27 رمضان، يوم يعني أيام من أيام الله، وكيف بوسعه أن يقدم لي يعني لي إنجازا لقطعان وسوائق وبهائم المستوطنين أكرمكم الله، فقام بما قام به. إذا نحن ندرك أن نتنياهو في مأزق، وأن نتنياهو مهزوم، مهزوم في غزة، مهزوم في القدس، مهزوم في الأقصى، مهزوم في باب الأصباط، مهزوم في باب الرحمة. نتنياهو مهزوم على كل الوجوه، ونتنياهو لم يستطع تشكيل حكومة، والمجتمع الصهيوني انقسم في عهده انقساما عميقا وهو في طريقه إلى الزوال. لا مبى، هذا الاحتلال يجب أن يزول عن هذه الأرض وعن هذه المقدسات. وبالتالي نعم، صحيح ما تفضلتم فيه هو صحيح 100%، نتنياهو يريد أن يحقق إنجازا، لكن هو حقق إنجاز مع الأنظمة العربية وهذا هو الذي يبني عليه. هو يتحدث كثيرا جدا عن هذا الأمير وعن ذاك الملك وعن ذاك الفعلوك من هذول الأولاد الريال، يقول أنا بنيت علاقات، أنا فتحت علاقات، أنا
فتحت قفع دول عربية. هذا الذي يقوله نتنياهو. نعم. هناك في سؤالي الأخير لك دكتور جمال، تنديد من حركة حماس ومن خارجية السلطة الفلسطينية، إلى أي مدى ترى أن هذه المواقف يمكن أن تغير الأوضاع في الأقصى؟ ولما لا تغير؟ حتى موقف الإعلام الحر الذي أنتم فيه، هذا موقف المشرف، وأنتم تقفون خلف هذه الساسة العظيمة، هذا موقف يعني يشعر به المصلي والصامت والمرابط والمرابطة في الأقصى، أنك لست وحيدا، أن معك هذه الخارجية وهذا الفصيل وذاك الفصيل، وبالتالي نحن في مرحلة فرز أخي، فرز الحق من الباطل، فرز أهل الرباط من أهل الاستسلام والانسطاح والتنسيق الأمني الفاسد، وبالتالي نعم كل موقف له قيمة. نحن نفتخر بمواقف أردوغان ونفتخر بمواقف مهاتير محمد الذي قال لهم انصرفوا لا نريد الرياضة التي أنتم أعضاء فيها، انصرفوا أنتم أنجاف قتلت الأطفال لا تدخلوا. ألا تذكر موقف أردوغان في دافوس عندما أمين عام جامعة العربية بقي مرميا أمام شمعون فارس يعني بشكل حقير، وخرج أردوغان وقال لهم أنتم قتلت الأطفال، واستقبلته إسطنبول وقتها استقبالا حافلا. نحن لا ننسى موقفا مشرفا عظيما مع الأقصى وأهل الأقصى وأهل المسرى، لا ننسى الإعلام الحر الذي يقف ويغطي في خارطة البث معظم وقته للأقصى والمسرى. بالتالي وأقول لكم والله الذي لا إله إلا هو أن أهل الحق في وضع تراث الآن وزيادة، وأن أهل الباطل في وضع انهزام ووضع تراجع، ووضع المجتمع الصهيوني الآن متخلخل تماما ولديه شك في وجوده وفي استمراره فوق الأرض. المجتمع الصهيوني في وضع هزيمة داخلية عميقة جدا. شكرا لكم دكتور جمال عمر الخبير في شؤون القدس، كنت معنا عبر الهاتف من القدس.